وطرائق العلماء في الاجتهاد قد تختلف في وسائلها، لكنها ترجع إلى أصل واحد، وهو أن كل هؤلاء الأئمة مجتهدون في فهم النصوص. فمثال ذلك اعتبار الإمام مالك لعمل أهل المدينة، ليس لأنه عمل أهل المدينة، ولكن كان يرى أن أهل المدينة هم أعرف الناس بالسنن، فكل عمل لا يوجد فيهم دل على أنه ليس من السنة. كان الإمام أحمد يرى أن الصحابة أنهم أعرف الناس بالسنن، سواء بقوا في المدينة أم خرجوا منها، ولهذا عملهم وأقوالهم مقدمة على أقوال غيرهم. كان الإمام أبو حنيفة يرى أن النصوص لها مدلولات عظيمة تحتاج إلى استنباط وفهم ورأي، فكهؤلاء كلهم مجتهدون، وقد تختلف طرائقهم لكنهم متفقون على أصل واحد، وهو فهم النص كما أنزله الله عز وجل على هذه الأمة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام أنه لا يوجد عالم من أئمة أهل السنة يتعمد مخالفة الكتاب والسنة، كلهم متفقون على هذا.